أفرزت التقنية الحديثة الكثير من المعطيات التي كان للتربية والتعليم نصيب منها، حيث دخلت في تطوير المناهج ونظم التدريب والأنشطة المصاحبة وغيرها من المجالات ذات الصلة. وانتقل التعليم من صورته التقليدية إلى مرحلة متقدمة تعول كثيرا على هذه المعطيات، وتغير دور المعلم من كونه المصدر الوحيد الذي يتمركز حوله التعليم إلى دور المرشد والموجه للتلاميذ الذين يمارسون البحث والاستقصاء والتجريب. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ظهور ما يعرف بمختبرات الإنسيلات أو الروبوتات، التي تعاظم دورها كعنصر استراتيجي في التعليم الحديث. أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. في اللغة الإنسيلات جمع مفرده إنسالة، أي إنسان آلي أو روبوت. وبحسب تعريف الإيزو 8373 فهو معالج يتم التحكم به أوتوماتيكيا، قابل لإعادة البرمجة، ذو استخدامات متعددة، ويعمل في 3 محاور ارتكاز أو أكثر، وقد يكون متحركا للاستخدام في تطبيقات متباينة، أو ثابتا للاستخدام في التطبيقات الصناعية الأوتوماتيكية. ويأخذ بهذا التعريف الفيدرالية الدولية للإنسيلات والمنظمة الأوروبية للإنسيلات، بينما يأخذ معهد الإنسيلات الأمريكي RIA بتعريف آخر مفاده هو معالج قابل لإعادة البرمجة ذو استخدامات متعددة، مصمم لتحريك المواد والقطع والأدوات أو أجهزة متخصصة تستطيع القيام بالعديد من المهام. زودت الإنسالة بشبكة من الأنابيب الدقيقة تحتوي على سوائل لها قوة ضغط يمكن التحكم فيها، بحيث تكون حركة الإنسالة عن طريق الضغط الهيدروليكي لهذه السوائل. وإذا كانت البدايات الأولى لاستخدام الإنسالات الصغيرة قد اقتصر على القيام ببعض الأعمال المنزلية المحدودة، إلا أن ما أدخل عليها من تطوير كبير جعلها تغزو كل المجالات، وكانت مهامها التعليمية قد توسعت لتحقيق العديد من المتطلبات المهنية والفنية ذات الصلة الوثيقة بتقدم التعليم وجودته، خاصة بعد قيام سيمور بايرت من مؤسسة MIT بإثبات إمكانية التحكم بمادة ثلاثية الأبعاد وأداة إلكترونية عن طريق برنامج حاسوبي، مما يتيح أنماط معينة من التعليم لدى الطلاب الصغار. وانتشر في العديد من مدارس التعليم الأساسي في كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا ثم في غيرها من الدول المتقدمة فكرة استخدام الإنسيلات الصغيرة كأدوات تعليمية، وامتد الانتشار للعديد من المدارس في بلدان العالم النامي، وظهر ما يعرف بمختبرات الإنسيلات المدرسية، حيث يتسابق الطلاب الصغار في إبراز مواهبهم وطرح جديد أفكارهم في إطار من التعاونية المثمرة. وفي المختبر المدرسي للإنسيلات يمارس الطلاب بإشراف المعلمين ذوي الاختصاص الأنشطة والتدريبات المتعلقة بعلم الإنسيلات، والتي تتضمن تصميم جسم الإنسيلات بصور وأشكال مختلفة، إنسالة على هيئة سيارة، وأخرى على هيئة عنكبوت، وثالثة على هيئة ذراع آلي، ورابعة على هيئة عربة بجونزار، وهكذا. يتعلم الطلاب من خلالها الميكانيكا والهندسة والإلكترونيات. تعلم لغة البرمجة للمعالج أو بالأحرى الذاكرة المحوسبة التي تتمكن الإنسالة من خلالها تنفيذ أوامر بعينها، نقل أشياء أو تتبع خط أسود أو السير باتجاهات مختلفة أو تتبع الضوء أو تقييس درجة الحرارة ونحو ذلك. كما يصبح الطالب قادرا على كتابة البرنامج وتنفيذه بنفسه وبشكل واقعي. ربط علم الإنسيلات بغيره من العلوم كالرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا من خلال أمثلة حية، تنفيذ مشاريع كاملة حقيقية قابلة للتطبيق،
والاستخدام في الحياة العملية مثل تصميم نظام خط إنتاج الإنسيلات المبرمجة لأداء عمل معين كالقدرة على اكتشاف الأجسام الغريبة وتجنبها أو القدرة على إجراء تجارب كيميائية وغير ذلك من المشاريع التي تحول خيال الطلاب إلى واقع. وأروع ما يتيحه مثل هذا المختبر المدرسي الذي هو مختبر تقني بامتياز هو سيادة روح الفريق بين الطلاب، حيث أنه من خلال النشاط الذي يجمع ما بين البحث العلمي النظري والتطبيقي تتشكل فرق يتراوح كل منها ما بين 4 إلى 6 أفراد يتعاونون فيما بينهم لتصميم وإنتاج مشروع يتعلق بتقنية الإنسيلات، ويكون دور المعلم إرشادي توجيهي بالدرجة الأولى، حيث يقترح على الطلاب مفهوم أو أكثر ثم يرعى المجموعات الطلابية تعمل على تحقيق المفهوم الذي تم الاتفاق عليه وتطبيقه. وبالطبع فإن جلسة تعليم واحدة في المختبر ليست كافية لإنجاز مشروع بشكل كامل، ومن ثم يتواصل إنتاجه في إطار منظومة التعليم التعاوني الذي ثبت أهميته في تنمية العلاقات الاجتماعية بين الطلبة ويشعرهم بالمسؤولية، كما يساهم بشكل فاعل في تنمية المهارات القيادية لديهم من خلال توزيع الأدوار المختلفة: قائد المجموعة، المبرمج، المصمم، الموثق، المتابع إلخ. وهذه الأدوار ليست ثابتة، حيث أنه يعاد توزيعها مع كل مشروع جديد، وفي هذا تحقيق لمتعة التعليم من كونه يخرج عن النمط التقليدي الجاف للحصة العلمية النظرية إلى رحاب العلم الطالب النظير. يتيح المختبر المدرسي للمعلمين ذوي الاختصاصات المتباينة إمكانية التدريب والمعرفة بأقصر وقت ممكن على هذا الجانب التقني الهام، ومن ثم يكون لديهم القدرة على إثراء المناهج التي يقومون بتدريسها بمجموعة من التطبيقات المفيدة التي من شأنها جذب وتشويق الطلاب على نحو الحصة الصفية والإدارة الجيدة لها. يساهم في المزيد من التعاون والمشاركة بين المعلمين، بحيث يستطيع أكثر من معلم الانخراط بالعمل في مشروع واحد، لكون ما يجري في المختبر يمثل المادات العلمية ذات الصلة، وبخاصة ما يتعلق بالنانو تكنولوجي والجينات والحواسيب الفائقة والاتصالات ونحوها. أما الفوائد بالنسبة للطلاب، فإلى جانب إطفاء روح الفريق والتعليم الجماعي كما سبق الإشارة، فإن مختبرات الإنسيلات المدرسية تحقق لهم أيضا اكتساب مهارات التفكير المنطقي وفهم عمل الآلات وربطها بالحياة اليومية، تعزيز الثقة في النفس، تشجيع البحث العلمي من خلال الاستقصاء والملاحظة والتجربة والتحليل، الترغيب بتعلم المواد العلمية التي عادة ما ينظر إليها كثير من الطلبة على أنها صعبة، إطلاق الخيال العلمي الإبداعي لحل المشكلات، تنمية الإحساس بالمسؤولية، اكتساب مهارات إدارة وتنظيم الوقت على نحو أفضل، الشعور بالإنجاز من خلال العلم التطبيقي يزيد من التفاؤل ويحفز على المشاركة الإيجابية في صنع المستقبل. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليق أسفل الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. نسعد بكم ونتمنى لكم كل السعادة، وتقبلوا خالص تحياتي.